السلام عليكم ومرحبا بجميع طلاب علوم الطبيعة والحياة في فيديو جديد. فيديو اليوم راح نحكيه فيه بإذن الله عن كمون العمل. ما هو كمون العمل؟ ما هو مصدره؟ ما هو التفسير الشارد لكمون العمل وسرعة انتشار هذا الكمون في الليف العصبي؟ قبل ما شفنا في الفيديو السابق كمون الراحة وفسرنا لماذا قيمته تكون ناقص 70 ميلي فولت وليس صفر، اليوم راح نشوفوا كمون العمل وراح نديروا الرسم تاعو ونفسروه. دونك انا كي نقول لك خليه عصبيه ولا الليف العصبي راني نحكي لك على لابارتي هذه. دونك لابارتي هذه هي اللي نديروا عليها التجارب. هذه الرسمه تاع الليف العصبي رانا مطالبين بها. دونك حنا مطالبين بالخليه العصبيه ماشي غير بالليف العصبي. دونك الليف العصبي هذا كامل رانا مطالبين باش نحفظوا البيان تاعو، رانا درناها قبل. دونك قسمنا الى ثلاث اجزاء، هذا عباره عن جسم خلوي، هذا الليف العصبي، وهذا نهايات عصبيه. دونك الجسم الخلوي هذا هضرنا عليه من قبل، والنهايات العصبيه كذلك هضرنا عليها قبل. اما الليف العصبي رانا نسحقوه في التجارب تاعنا، لذلك نبقاو دائما نهضروا على الليف العصبي. دونك هذا الليف العصبي في كمون الراحه شفنا قبل باللي راهو يحتوي على مجموعه من الشوارد، راهو عباره على شحنات. شفنا باللي في الوسط الداخلي لقينا باللي شحنات راهي سالبه، اما في الوسط الخارجي لقينا باللي شحنات راهي موجبه. وفسرنا هذا التفسير وقلنا باللي هذا الليف راهو مستقطب في حاله راحه، نقولوا راهو ليف مستقطب. دونك بعد ما نديرو تنبيه راح نديرو تنبيه كهربائي، بعد ما نديرو تنبيه كهربائي راح تصرى لنا حاجه يقولوا لها موجه زوال استقطاب. دونك اللي في حاله راح يكون مستقطب كي نديرو التنبيه راح تولي عندنا زوال الاستقطاب، معناها داك الاستقطاب راح يتنحى ورايح يتسجل لنا هذا الشكل اللي رانا نشوفه فيه هنايا، ولا هذا التسجيل اللي رانا نشوفه فيه هنايا. هذا التسجيل يقولوا له تسجيل كمون عمل. هذا التسجيل عنده عده مراحل راح نفسروها فيما بعد. قبل ما نديروا التفسير الشريدي لهذا التسجيل لازم نعرفوا ما هو مصدر كمون العمل، يعني منين جاء مصدر كمون العمل هذا. نبقى لنا تجربه هنايا، هذه التجربه راح تاكد لنا منين هذا التسجيل تاع كمون العمل يجيك. دونك عندنا هنايا كمون غشائي. كمون غشائي حنايا راح نضيفوا له تيار، دونك راح نديروا كمون غشائي مفروض حنا اللي راح نفرضوا القيمه. دونك هنا عندنا ناقص 76 ميلي فولت، حنا نزيدوا 76 ميلي فولت باش نوصلوا الى صفر. باغ اكزومبل كون يكون عندنا هنايا ناقص 40 ولا ناقص 30 نضيفوا كذلك 30 ولا 40 باش نوصلوا الى حاله الصفر. بعد ما درنا كمون غشائي مفروض هنا تحصلنا على تسجيل. دونك هذا التسجيل يبين لنا بلي كاين نوعين من التيارات، تيارات خارجيه وتيارات داخليه. دونك التيار هذا الداخلي يكون سريع وهنايا راح ندخلوا شوارد الان ا بلس، وهنايا تيار خارجي بطيء وراح يخرجوا شوارد الكا بلس. دونك حنايا من هاد الرسمه واش راح نديرو؟ راح نضيفو كل خطره راح نبدلو ماده التثبيط، راح نضيفو مره ماده مثبطه للكا بلس ومره راح نضيفو ماده مثبطه للان ا بلس. حنايا هنا قبل ما نعرفوش واش من شريده اللي كاينه، اسكو هادي تاع الكا بلس ولا تاع الان ا بلس، ولا هادي تاع الكا بلس ولا تاع الان ا بلس. دونك انا باش نعرف واش راح ندير هنايا في هاد المرحله واش راح ندير، راح نضيف ماده مثبطه للكابلس. في المرحله هذه راح نضيف ماده مثبطه للكابلس، راح يبقى لي غير الرسم هذا، راح يعني يبقى لي غير هذا الرسم. وبالتالي واش نستنتج؟ انه الكابلس هذا هو المنحنى الخاص بها. دونك ظهور تيار داخلي فقط، ظهور التيار الداخلي السريع فقط. اذا التيار الخارجي هذا راهو خاص بشوارد الكابلس. بعد نزيدو ناكدو التجربه تاعنا واش نديرو؟ راح نضيفو ماده مثبطه، يعني في هاد التجربه كامل راح نضيفو ماده مثبطه للان ا بلس باش نزيدو ناكدو الان ا بلس واش من جهه، راهو هنايا ولا هنايا. دونك كي ضفنا الماده المثبطه للان ا بلس، دونك لا بارتي هادي سايد معناها تثبطت ما ولاتش كاينه. واش يبقى لي؟ يبقى لي هاد المنحنى ولا هاد التيار. وبالتالي واش ناكدو؟ ظهور تيار خارجي فقط. إذن التيار الداخلي خاص بالان ا بلس، معناها الحاجه اللي كتبتها هنايا راهي صحيحه. دونك الكمون العمل نقولوا بلي كمون العمل هو عباره عن نوعين من التيارات. كمون العمل راهو نوعين من التيارات، تيار داخلي سريع للان ا بلس وتيار خارجي بطيء للكا بلس. لانه حنايا قبل في الحاله العاديه في حاله كمون الراحه على بالنا بلي الداخل في الوسط الداخلي كاين تركيز الكا بلس
اكبر من الوسط الخارجي. دونك هنايا عندنا كا بلس اكبر من الوسط الخارجي، دونك هنا ثاني عندنا كا بلس ولكن هنايا يكون اكبر، وهنايا الان ا بلس يكون التركيز تاعو برا اكبر من التركيز الداخلي نتاعو. دونك حنا كي نديرو كومون العمل، دونك كي نسجلو موجة زوال الاستقطاب، واش راح يصرى؟ راح يصرى لنا العكس، معناها مادام كانت الان ا بلس برا راح تدخل لداخل، والكا بلس كي كانت لداخل راح تخرج برا. هذا واش معناها التيارات الداخلية والخارجية. بعد ما عرفنا مصدر كومون العمل راح نشوفوا التفسير الشريدي لهذا التسجيل، لانه اهم حاجه في كومون العمل راح يعطيك هذا التسجيل وراح يقول لك فسر، راح تفسر نتايا التسجيل هذا واش معناه. دونك نروحوا نشوفوا التفسير. التفسير الشريدي لكومون العمل، دونك الرسمه هذيك راهي عباره على عده مراحل. دونك حنا اول حاجه راح نديروها راح نديرو تنبيه، راح نديرو تنبيه ماذا؟ تنبيه كهربائي. حنا على بالنا بلي هنا على مستوى الليف العصبي الاشاره ولا انتقال الرساله العصبيه يكون عن طريق اشارات كهربائيه، هنا تكون بطريقه كهربائيه. كي توصل الى النهايات العصبيه راح تولي كيميائيه، دونك حتى لهنايا راهي كهربائيه. كي نوليو في الشق المشبكي بعد والخليه قبل المشبكي والبعد المشبكيه راح نهضروا على الكيميائيه. دونك راح نبداو اول حاجه هذه، شوفوا نكونوا اول حاجه نكونوا في حاله راحه، حاله راحه ناقص 70 ملي فولت. دونك بعد ما نديروا التنبيه، جوست نديروا التنبيه، بعد ما يكون عندك التنبيه هنايا واش راح يصرى؟ هذه رقم واحد هي عباره على تنبيه، واش راح يصرى؟ راح تولد عندي هذا التسجيل من واحد الى اثنين. دونك من واحد الى اثنين هذا يقولوا له، هذا باش نقولوا له في التفسير تاعنا نقولوا له زوال الاستقطاب، موجه زوال الاستقطاب. دونك نهضروهم صح مادام نفسرهم. دونك هذه زوال الاستقطاب، ومن بعد واش راح يولي عندنا من 2 3 راح يولي عندنا عوده الاستقطاب، ومن بعد من 3 الى 4 راح يولي عندنا فرط في الاستقطاب، يعني هي نورمالمون تولي قد هنايا بصح صرات لنا فرط عمليه تسرب. دونك من 4 الى 5 راح نرجعوا الى الحاله الطبيعيه الاوليه اللي هي كومون الراحه. دونك راح نشوفوا التفسير الشريدي، راح نشوفوا نتعمقوا اكثر في هذه الحكايات. دونك عندنا رقم واحد هو عبارة عن تنبيه، درنا تنبيه يعني عن طريق انتقال اشارات كهربائية، وبعد من واحد الى اثنين حتولي عندنا موجة زوال الاستقطاب. احنا قبل قلنا في كومون راح يكون الليف مستقطب، هنا كي نديرو التنبيه راح تولي عندنا زوال الاستقطاب. دونك شوفوا التفسير هذا تاع زوال الاستقطاب ما هو. هذا زوال الاستقطاب هو راجع الى انفتاح قنوات الفولتية، دونك على مستوى الغشاء. وش كاين عندنا؟ قبل احنا في كومون الراحه شفنا بلي كاين على مستوى هذا الليف قنوات يقولوا لهم قنوات الميز، قنوات هذوك الميز يكونوا مفتوحين باستمرار، وعرفنا بلي يكونوا مفتوحين باستمرار، وشفنا بلي المضخه الايونيه نتاع الان ابليس والكابليس هي اللي تقوم بتعديل الوسط وتحقق لك كومون الراحه. اما كي نوليو في كومون العمل راح نهضروا على قنوات اخرى يقولوا لها القنوات الفولتيه ولا القنوات المبوبه كهربائيا. دونك هادو القنوات الفولتيه ولا المبوبه كهربائيا نلقاوهم فقط في كومون العمل، ما نلقاوهمش في كومون الراحه. كومون الراحه نلقاو فيهم قنوات الميز، وكومون العمل نلقاو فيهم القنوات الفولتيه. دونك كي صرا لنا موجه زوال الاستقطاب هذا واش راح يصرى؟ راح تنفتح القنوات الفولتيه الخاصه بشوارد الان ا بلس. دونك حنا على بالنا بلي الان ا بلس التركيز تاعو في الوسط الخارجي راهو كبير بزاف، دونك واش راح يصرى؟ راح تنتقل عكس تدرج التركيز، معناها راح تدخل الى الليف، راح تدخل من الوسط الخارجي الى الوسط الداخلي. هذه يقولوا لها دخول تيار داخلي سريع لشوارد الانابليس. لحد الان القنوات نتاع الكابليس راهي مازالت مغلقه لانه ما يفتحوش في نفس الوقت، ماشي تفتح هذه معها هذه، نو تفتح هذه يدخلوا الشوارد، ومن بعد واش يصرى؟ موجة عودة الاستقطاب. يقول لك انا عودة الاستقطاب هنايا من 2 الى 3، من 2 الى 3 عودة الاستقطاب. عودة الاستقطاب هذا التفسير الشريدي نتاعو واش معناها؟ راجع لانغلاق القنوات الفولتية الخاصة بالان بلس، معناها القنوات هذو تاع الان بلس صاي قفلوا داروا خدمتهم دخلوا الان بلس، معناها راه ولا عندك هنايا كاين الان بلس.
ومن بعد واش راح يصرى؟ انفتاح القنوات الفوطيه الخاصه بالكا بلس، ما تتحل لك هاد القناه الخاصه بالكا بلس، واش راح يصرى لنا؟ خروج تيار من شوارد الكا بلس، ويكون التيار بطيء. دونك تولي عندنا هنايا الكا بلس. صحيح، هذه بالنسبه الى موجه زوال الاستقطاب والعوده الى والعوده الى الاستقطاب. دونك كاينه حاجه يقولوا لها فرط الاستقطاب. وينو فرط الاستقطاب؟ هذه من 3 الى 4 هو فرط الاستقطاب. واش معناها فرط الاستقطاب؟ فرط الاستقطاب هذا التفسير تاعو سبب تاخر انغلاق القنوات الفولتيه الخاصه بالكابليس. دونك هذه نورمالمون تقفل، يخرجوا الشوارد وتقفل. نو، هذه تبقى شويه محلوله. دونك استمرار خروج شوارد الكابليس هذا يؤدي الى فرط في الاستقطاب. من بعد شويه ينغلقوا هاد القنوات الخاصه بالكابليس والانا بلس والكابليس، ينغلقوا هادو. دونك كاينه حاجه يقولوا لها العوده الى كمون الرحاه، لازم نرجعوا الى الحاله الطبيعيه. انت درت لي التنبيه بصح صاي مرت هذيك الاشاره الكهربائيه، بصح لازمنا نرجعوا الى الحاله الطبيعيه اللي هي كمون الرحاه. واش راح يصرى؟ راجع الى انغلاق القنوات الفولتيه الخاصه بالانا بلس والكابليس، معناها هاد القنوات صاي داروا خدمتهم وراهم انغلقوا. واش راح يصرى هنايا؟ راح تتدخل المضخه الايونيه اللي هضرنا عليها قبل ثاني في كمون الراحه، المضخه الايونيه الخاصه بالانا بلس والكابلس. واش راح دير؟ هي اللي راح دير لنا عمليه تحقيق كمون الراحه، راح تعدل لك الوسط. واش راح دير؟ هذه دائما ديرها المضخه الايونيه، تخرج لنا 3 انا بلس وتدخل لنا 2 كابلس. هذه الاليه طبعا تعمل في وجود الطاقه، تعمل في وجود ATP، لذلك لازم الليف يكون حي باش تتحقق لنا هذه التجربه، ودرناها قبل في هذيك في حاله الليف الحي والليف الميت. دونك هنايا تحقق لنا العوده الى كمون الراحه اللي نشوفوها في الرسمه تاعنا هنايا من 4 الى 5، ونروحوا الى الحاله الطبيعيه. دونك هذا التفسير الشريدي التفسير الشريدي لتسجيل كومون العمل، يعني كل مرحله عندها تفسير شريدي نتاعها. حنا كي نقولوا الداخل سالب وبرا موجب، رانا نهضروا على شوارد، ماشي راهي سالبه فقط هكاك شحنه سالبه تمشي. كي نقولوا الموجب والسالب عباره على شحنات تنتقل. الوغ كومون العمل هذا ينتشر، عنده سرعه انتشار وسرعه انتقال معينه عبر الخلايا العصبيه. دونك سرعه الانتشار هذه متعلقه بزوج حوايج اساسيه، عندنا غمد النخاعين ولا المايلين، وعندنا قطر الليف، يعني قطر الليف اسكو يكون صغير ولا يكون كبير الى اخره. دونك كلما كان القطر كبير، دونك سرعه الانتشار كبيره. انت عندك توي ولا عندك ترومبا، كل ما تكون عندك ترومبا كبيره الماء يفوت بزاف، كي تكون عندك ترومبا صغيره الماء يفوت بشويه. هذه لا لوجيك. دونك قطر الليف راهو يلعب دور في انتشار سرعه انتشار هاد كمون العمل. كاينه حاجه واحده اخرى اللي يقولوا لها غمد النخاعين ولا المايلين. دونك حنايا على مستوى الخليه العصبيه اكزاكتومون على مستوى الليف العصبي نلقاو حاجه يقولوا لها غمد النخاعين ولا المايلين. هذه هي عباره على ماده دهنيه ولا دهن عازل. دونك واش معناها ماده دهنيه ولا ماده عازله؟ واش راح دير؟ راح تامن لنا انتقال الرساله العصبيه عن طريق الوثب، معناها الرساله العصبيه ما تقدرش تفوت عليها، دونك راح تنتقل لك عن طريق الوثب. اما هنايا الخليه العصبيه اللي ما عندهاش غمد النخاعين، يعني خاليه من غمد النخاعين، راح نلقاو بلي الرساله العصبيه هنايا تنتقل بشكل بطيء جدا. دونك هذا انسان يمشي خطوه بخطوه هكا، خطوه بخطوه خطوه بخطوه. اما هنايا زعما كاين غمد النخاعين، انسان يمشي بخطوات كبار، يمشي بخطوات كبار. دونك هنا الرساله العصبيه تكون منتشره بشكل سريع وبشكل كبير، دونك تنتقل عن طريق الوثب. هنا يقولوا لها الوثب. اما هنايا راح تكون عن طريق تيارات محليه، كاين حاجه يقولوا لها تيارات محليه. واش معناها؟ معناها القنوات هادو اللي هضرنا عليهم درك يكونوا لاصقين قدام بعضهم، دونك الرساله تنتقل خطوه بخطوه خطوه بخطوه، يعني قليله. اما في وجود غمد النخاعين هنايا القنوات يكونوا بعاد على بعضهم، دونك حيديروا قفزه طويله. هنا الرساله العصبيه حتنتقل بسرعه كبيره، هنا الرساله العصبيه حتكون بسرعه بطيئة. دونك هذا كان ملخص شامل عن كمون العمل، حاولت اني نلم لكم جميع المعلومات فيه. دونك الحصه ان شاء الله الجايه راح نشوفوا اليه النقل المشبكي اللي هي اهم عنصر في هذا يعني الاتصال العصبي، راح نبازيو عليها بزاف واللي راهي سهله مش معقده.
دونك نتمنى يكون الفيديو فاد الجميع، ونتمنى التوفيق لجميع الطلبة، ونلتقي في فيديوهات قادمة إن شاء الله.